عرف حوض سوس ماسا على غرار باقي أحواض المملكة 6 سنوات متتالية من الجفاف منذ سنة 2018، حيث تتناقص الواردات المائية بالسدود سنة بعد سنة، وتعتبر السنة الهيدرولوجية 2022-23 السنة الأقل تساقطات مطرية مقارنة مع المعدل السنوي العادي، مما أثر سلبا على الواردات المائية بالسدود بحيث بلغ العجز 75%. كما تم تسجيل أعلى درجة حرارة في صيف 2023 حيث بلغت 50 درجة مئوية بعملة أكادير إداو تنان، وهو مستوى قياسي وطنيا، مما ساهم بشكل كبير في تسارع ظاهرة التبخر على مستوى حقينة سدود الجهة. وأمام هذا الوضع قامت الهيئات المديرية المدبرة للشأن المائي باتخاذ مجموعة من الإجراءات تمت بالخصوص تدبير المياه الموجة للسقي بتقليص حجم الماء الموجة، وكذلك تم في هذا الإطار تدابير آنية لدعم ماء الشرب، همت اقتناء شاحنات صهريجية وإنجاز أثقاب استكشافية واستغلالية، ووضع مدخات عائمة بسدود أولوز والأمير مولاي عبد الله ويوسف بن تشفين، وتفعيل لجان جهوية إقليمية للماء.